مع الميكروبيولوجي. نلاحظ ان كلمه الميكروبيولوجي مكونه من 3 اجزاء. مايكرو معناها ان بري سمول تو بي، شيء صغير جدا، بعكس ماكرو بالايه اللي هو يرى بالعين، بينما مايكرو لا يرى بالعين. بايو معناه حياه، لوجي معناه ساينس. إذن الميكروبيولوجي هو العلم الذي ايش بيدرس الاشياء التي لا ترى بالعين. The study of microorganisms which are microscopic. إذن بعد ما عرفنا ايش معنى الميكروبيولوجي وش يهتم بايش من دراسة، نعرف الآن الميكرو أو الميكروأورجانيزم هو الكائن الحي الذي لا يرى بواسطة العين المجردة. إذن الميكرو أو الميكروأورجانيزم are small living things that are usually unable to be seen with the naked eye. الدقيقة أو الميكرو أورجانيزم نلاحظ أن لها ميزة أنها تتكون من خلية واحدة، إذا تتصف بأنها مكونة من خلية. هل هذه الخلية تقوم بكافة الوظائف، من هضم، من إخراج، من امتصاص، من تنفس، كل بهذا من تكاثر بالحضر الخلية. إذا الكاركترستيك ميكرو أورجانيزم أنه إيش مكون من يوني سيلولار، يوني معناه واحد، يوني سيلولار خلية واحدة. الميكرو اورجانيزم قسموها على نوعين، ايوكاريوتيك ايوكاريوت وبروكاريوت، على اساس الخليه الحقيقيه او اللي فيها نواه اولى نووي، والخليه اللي لا البدائيه لا يوجد فيها النواه او يوجد النويه نيوكليوتيد. اذا تصنيف الميكرو اورجانيزم الى على حسب الخليه الى نوعين، ايوكاريوتيك وبروكاريوتيك. اذا تم تصنيف الميكرو اورجانيزم او الكائنات الدقيقه على حسب الخليه الى مجموعه نطلق عليها من ناحيه الخليه ايش تبع ايوكاريوتيك. ايو معناها حقيقي، ترو، كاريوس معناها نيوكلاس، والجزء الاخر سموها بروكاريوتيك. برو معناها البدايه، كاريوت نيوكلاس يعني لا ما مش معاها خلية نووية. لاحظ في هذا السلايد شكل الخلية الحقيقية أو أيوكاريوتيك سيل، لاحظ إن فيها إيش نواة نيوكلاس، وفيها أيضا نيوكلولاي يعني النواة محاطة بغلاف نووي نيوكليك ممبرين. في هذا السلايد نشوف ايش الخلية البروكاريوتيك، نلاحظ انه الخلية البروكاريوتيك ما فيها نيوكليك، فالكروموزوم او الكروماتيد فري في السيتوبلازم، بينما في الخلية الايوكاريوتيك محاط غشاء نووي موجود داخل النواة او النوية، بينما هنا ثري. نلاحظ ان الايوكاريوتيك سيلز معاها ايش؟ ترو نيوكلاس. فايضا داخل النيوكلاس في نيوكلولاي اللي محاطة ايش؟ ايضا نيوكلاس محاطة بنيوكلاس ممبرين. داخل النيوكلاس موجود ايش؟ الكروموزوم، انها تحتوي على مالتي كروموزوم، الريبوزوم حقها ايضا من النوع S80. ايوكاريوتوكسين برضو تتكاثر بواسطة الميتوزيس او ميوزيس. ايضا يوجد عامل انها السيل ممبرين يحتوي على استيرويد. طبعا في المقابل
او الخليه البدائيه البروكاريوتيكس، لاحظوا ان الاستراكشر حقها سمبل وسمول سيلز دونت هاف ترو نيوكلاس، ومعاها ايش نيوكلويد شبيه الاو اي دي نسميه شبيه. ايضا السنجل كروموزوم يحتوي دي ان اي واحد يكون فري داخل السيتوبلازم. النيوكلويد غير محاطه نيوكلير ممبرين. ايضا الريبوزوم من النوع 70 اس وتكاثر بواسطه الانقسام الثنائي البسيط. ايضا السيل وول يحتوي على بيبتيدو جليكان، ولهذا نلاحظ ان السيل وول ريجد صلب. لما ندرس المايكرو اورجانيزم او المجموعات المايكرو اورجانيزم نقسمها اول حاجه على حسب ايش الخليه، هل هي ايوكاريوتيك او بروكاريوتيك، نعمل جروب. نجي نلاحظ على حسب الخليه او نوع الخليه او حسب عندنا دي نوع الخلية تكون أيوكاريوتيك، بمعنى أول مجموعة دي ألجي، هذا من النوع المايكرو أورجينيس، ولكن لا يهمنا من ناحية الميديكال مايكرو أورجينيس، لذلك ما ندرس. في معنى ثاني البروتوزوا البدائيات أو الوحيدة الخلية، وهذا ندرسها تحت علم الباراسايتولوجي المكروفيليا. في معانا سليم مولد برضو فيها الفطريات الخيطية، وفي معاه آخر واحد دي الفنجات اللي هي الفطريات. بينما معانا مجموعة البروكاريوت أو الخلايا البدائية تضم البكتيريا وأرشي بكتيريا نشوف الميكرو أورجانيزم تصنيفها على حسب نوع الخلية، إن كان نوضع تحت أيوكاريوتيك أو بروكاريوتيك. فنلاحظ إنه معنا الأيوكاريوتيك أو المجموعة دي معنا ألجي، ومن الناحية الطبية هذا لا تهمنا لأن ما فيش لها أضرار أو استخدامات كثيرة في الطب. معنا المجموعة الثانية بروتوزوا، وهذا تندرج تحت الباراسايت. سليم مولد اللي هي الفطريات الخيطية، وهذا ما تمناش. وعن آخر واحدة اللي هي الفنجاي وهذا تمنا. طبعا بينما البروكاريوتيك اللي هي الخلايا البدائية تضم البكتيريا والأركي بكتيريا اللي هي البكتيريا الأرضية. نلاحظ أن الفيروس هنا ما وضعناش لا تحت الأيوكاريوتيك ولا البروكاريوتيك. لماذا؟ لأن الفيروس مكون على الستركشر حقه سمبل ستركشر، مكون من انفلوب ونيوكليت يا ار ان اي يا دي ان اي، ده ما نسميش انه على اسم مايكرو اورجانيزم حتى الصنف، فنسميه على اساس ان التسمية حقه ايجنت، سمول ايجنت كائن. يعني ندرس كل مجموعة على حذاء. ونلاحظ معنا المجمع الأولى اللي يتمنا الفنجاي، أصلا حاجات تسمى فنجاي. لاحظ الكاركترستيك من ار ايوكاريوتيك سيلز ويز كومبلكس سيل وول، السيل وول يحتوي على مادة اسمها كيتين. أيضا السيل ممبرين يحتوي على ستيرويد، معها كروموزوم، الكروموزوم داخل النيوكلاس ممبرين او داخل النيوكلاس، لان قلنا ان ايوكاريوتيك ايوكاريوتيك النيوكلاس محاطه بغلاف نووي او نيوكلاس ممبرين، معها ايضا ريبوزوم، معها ميتوكوندريا. توجد على شكلين، يا اما شكل يست يسميها خميره او مولد، او بالشكلين مع بعض في نفس الوقت تتكاثر بواسطة السكسوال وسكسوال، تتكاثر جنسي ولا جنسي. الثانية
الميكرو اورجانيزم معناه الباراسايت. الباراسايت قلنا ان ايوكاريوتيك، وايضا توجد لها بشكلين، يا اما يوني سولار مثل البروتوزوا هذه واحده، يا اما مالتي سولار مثل هلمن ديدان الخيطيه. تركز مجموعه من هذه البكتيريا، لاحظ ان البكتيريا تندرج تحت ايش؟ بروكاريوتيك سيلز، يعني لا تحتوي على نيوكلاس او نيوكلاي، تحتوي على نيوكلويد. نيوكلويد ما فيش نيوكلاس ممبرين. الكروموزوم او المها يوجد ايش؟ داخل السيتوبلازم. لا توجد لها ميتوكوندريا اللي تختص بعملية إنتاج الطاقة الأكسديشن أند فرمنتيشن. الكروماتور توجد لها سنجل ويز أوت نيوكلاس ممبرين، يوجد معها سيل وول، قلنا سيل وول تحتوي على بيبتيدوجليكان ولهذا هي ريجيد. البكتيريا تحت تضاف من مكوناتها الريبوزوم، الريبوزوم من النوع 70S. أمثال البكتيريا مثل مايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس اللي يسببنا التيوبركلوزيس، أو فيبريو كوليرا اللي يسبب مرض الكوليرا. ولا سميناها الفيروس. لاحظ أن تعريف الفيروس one of the smallest infective agents، فلم نسميه انه مايكرو او اورجينيز لانه مش اورجينيز. لاحظ الاستراكشر حقه عباره عن نيوكليك اسيد محاط بروتين. النيوكليك اسيد يا اما دي ان اي او ار ان اي، الاثنين مع بعض مش ممكن يتواجدوا. اذا الفيروس ماشي معاه في الاستراكشر، لذلك نسميه اسيلولار. النظر معي شديد انه اوبليجيت انترا سيلولار باراسايت، اجباري التطفل، لازم يوجد داخل خليه ويعيش اوبليجيت، يعني يعتمد اعتماد كامل على الفصل على العائل في الريبليكيشن والغذاء. اذا الفيروس لم نصنفه تحت اي من ايوكاريوتيك او بروكاريوتيك سيلز. من أمثلة على الفيروس، لاحظ عندنا هيباتيتس بي فيروس اللي بيسبب هيباتيتس، معنا ميزلز اللي يسبب الجهاز التنفسي، الروبيلا في معنا أيضا بيريود، لاحظ انه مضاف له او اي دي، هو نفسه هو الفيروس ولكن التركيب حقه ابسط منه، الكروموزوم حقه عباره عن ار ان اي، وهذا يختص بالنباتات، يصيب النباتات. اخر واحد معنا البريون، عباره عن انفكشيوس بروتين فقط، ابنورمال بروتين ما فيش، لا يحتوي على نيوكليك اسيد مثل مرض كورو اللي هو جنون البقر. لو نعمل مقارنة ما بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك سينس من ناحية السايز، نلاحظ ان البروكاريوتيك صغيرة بينما الايوكاريوتيك اكبر. الدي ان اي داخل البروكاريوتيك موجود في النيوكلويد شبيه، بينما في الايوكاريوتيك داخل النيوكلاس. الكروموزوم نمبر في البروكاريوتيك 1، بينما في الايوكاريوتيك اكثر من واحد. الميتوكوندريا اللي تنتج فيها الطاقة في البروكاريوتيك لا توجد، بينما في الايوكاريوتيك موجودة فيها. النيوكليير ممبرين في البروكاريوتيك غير موجود، في ذاك ان الكروموزوم موجود داخل السيتوبلازم او نسميه ايش؟ نيوكلويد شبيه، بينما موجودة في الايوكاريوتيك. الريبوزوم موجود في البروكاريوتيك من النوع S70
بينما في الايوكاريوتات من النوع 80 اس. طريقه مولتبليكيشن نلاحظها في البروكاريوتات بواسطه ايش؟ الانقسام الثنائي البسيط بيناري ديفيجن، بينما في الايوكاريوتات عن طريق ميتوتيك. الانزيم سيستم حق التغذيه والهضم بنلاحظ انه في البروكاريوتات سمبل، بينما في الايوكاريوتات كومبلكس. لو نعمل عملية كومبير ان بتوين ايوكاريوتيك والبروكاريوتيك، نلاحظ المقارنة، نلاحظ أول واحدة ايش؟ من ناحية السايز. البروكاريوتيك قلنا إن عبارة عن خلية واحدة، والخلية تقوم بكافة الوظائف من هضم وإخراج وتنفس وتكاثر، كل ذاك هتكون أصغر من الأيوكاريوتيك. إذا الأيوكاريوتيك لارجر لأن تحتوي على عضيات. أيضا الدي إن إيه قلنا في الأيوكاريوتيك لا توجد ترو نيوكلاس، بدل عن ترو نيوكلاس موجود إيش؟ نيوكلويد شبيهة، يعني هنا الكروموزوم غير محاط إيش؟ كروموزوم أو نيوكلاس ممبرين، بينما الايوكاريوتيك تحتوي على ترو نيوكلاس وتحاط بنيوكلاس ممبرين. الكروموزوم عدد الكروموزوم نلاحظه في البروكاريوتيك كروموزوم واحد ويكون داخل السيتوبلازم، بينما في الايوكاريوتيك توجد اكثر من كروموزوم موجود داخل النيوكلاس. الميتوكوندريا التي تقوم بانتاج الطاقه في البروكاريوتيك ما لا توجد، بينما في الايوكاريوتيك موجوده. النيوكلاس ممبرين اللي بيحيط بالنيوكلاس نلاحظ في البروكاريوتيك لا يوجد، بينما يوجد في الايوكاريوتيك. السايز او التايب اوف ريبوزوم لاحظ في البروكاريوتيك من النوع 70 اس سيجمنتيشن ريت، الايوكاريوتيك من النوع 80 اس. طريقه التكاثر في البروكاريوتيك بواسطه بينري ديفيجن، بينما في الايوكاريوتيك طريقه الميتوتيك. الانزيم سيستم او عمليه الهضم والبناء لاحظ اني في البروكاريوتيك سمبل، بينما في الايوكاريوتيك كومبلكس.